دائما نجدد لكم تحية والترحيب من خلال برنامج مساء الخير يا كويت. حياكم الله في محطتنا الحوارية الأولى، وراح تكون مع عبد العزيز خالد الشطي رئيس لجنة المستجدين بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ عبد العزيز أمسي عليك بالخير، سعيدة جدا بتواجدك معي. سافية. بداية نعم نعطي السادة المشاهدين فكرة أو صورة عامة عن اتحاد الطلبة وتحديدا وضع الطلبة في أمريكا. بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر قناة الكويت وبالأخص إدارة برنامج مساء الخير يا كويت على استضافتها لاتحاد طلبة أمريكا اللي هو الممثل الشرعي للطلبة في أمريكا والجهة الرسمية الضاغطة في الجهات الحكومية والممثل عنهم. بداية اتحاد طلبة أمريكا هي مؤسسة طلابية وطنية تخدم الطلبة الموجودين ومغتربين من أمريكا وتركوا الكويت عشان يكملون هناك دراستهم الأكاديمية. اتحاد الطلبة في أمريكا هناك عندنا أكثر من 50 ممثل في جميع الولايات اللي يوصل لنا مشاكل ورسائل الطلبة حتى نوجهها للجهات الرسمية مثلا الملحق والسفارة والأمور هذه كلها. طيب خلينا نتكلم عن حفل الخريجين والمتفوقين. حفل الخريجين اللي قام الاتحاد هي فكرة جديدة على الاتحاد. غالبا كان الاتحاد في السنوات السابقة يقيم الحفل في أمريكا، لكن السنة حاولنا نسوي حفل الخريجة في الكويت حتى يقدرون الأهالي وأقربائهم يشاركون الخريجة فرحتهم. سوينا أسبوع اللي طاف في قاعة الجميرة وحضر فيه سفير الولايات المتحدة في الكويت، وأيضا حضر فيه معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس، وأيضا حضر الخريج أكثر من 150 خريج ومتفوق تخرجوا في الولايات المتحدة خلال السنة اللي طافت، وأيضا حضروا أهاليهم اللي تقريبا كان حضور فوق 650 شخص. حلو، يعني راح يكون على طول كذي راح تسوون حفل التفوق الخريجين بالكويت؟ بإذن الله تكون عادة سنوية لنا كاتحاد. صراحة ودنا نشارك الخريجة والمتفوقين فرحتهم مع أهاليهم طبعا. نعم. طيب لو نبي نسلط الضوء على القضايا يعني المطالبات اللي ممكن يتبناها الاتحاد. طبعا هناك في كثير من المطالبات اللي يتبناها وده يتممها على أرض الواقع الاتحاد، مثلا موضوع بلوكات الأكاديمية والعددية على الجامعات. طبعا كما تعرفون في كثير من الجامعات عليها حظر عددي بالنسبة لنا، في هناك كثير من الطلبة موجودين هناك. احنا نحاول كاتحاد ان نتواصل مع جهاز الاعتماد الاكاديمي حتى ان نقدر نوفر حق الطلبة عدد كثير من الجامعات ان يقدمون عليها. ايضا نحاول في قضايا اخرى، مثلا قاعد نتواصل مع المكتب الصحي حتى نغير التأمين الصحي لاي شخص يذهب الى امريكا سواء كان طالب او اي مواطن كويتي، ونغير الشركة حتى ان تكون في شركة افضل من الشركة الحالية. آلية دعم الاتحاد. آلية دعم الاتحاد، طبعا الاتحاد يعني فاتح ايده حق اي شركة ودها تدعم الطاقات الشبابية الكويتية، ماكو اي مشكلة في اي جهة ودها تدعم. وبإذن الله عندنا مثل المؤتمر اذا ودهم يدعمونه واللقاءات التنويرية، وفاتحين ايدنا يعني كاتحاد لاي احد وده يدعم الاتحاد صراحة. حلو. طيب لجنة المستجدين يعني أبرز الخدمات اللي ممكن تقدمها هذه اللجنة؟ طبعا كما تعودنا في الصيف أكثر الطلبة اللي يشتغلوا في الاتحاد طبعا كلهم متطوعين بيردون الكويت بإذن الله الصيف الجاي، وراح يكون عندنا هناك لجنة كاملة للمستجدين ومقرات نخدم فيها الطلبة. وكما تعرفون أن في كثير من الطلبة ودهم يدرسون في البعثة في أمريكا في السنين الجاية، وخاصة هالسنة والسنة طافت أكثر من 1500 طالب سنويا يذهبون في أمريكا، وراح نكون جاهزين بإذن الله أن نستقبلهم في مقرنا. وطبعا حاب أنوه جميع الطلبة بأن الاتحاد هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة لخدمة الطلبة، أي جهة غير هذه الجهة غير شرعية. وأتوقع إحنا الوحيدين في الساحة حاليا نخدم الطلبة كمتطوعين. نعم، إذا ماذا عن الجهات اللي دائما تنسقون معاها؟ جهات حكومية تصدين. طبعا الجهات الحكومية دائما داعمة للشباب والاتحاد بشكل خاص.
مثلا وزارة التربية، وزارة الشباب والتعليم العالي. أسبوع اللي طاف اجتمعنا مع معالي الشيخ سلمان الحمود وزير الإعلام ووزير وزير الرياضة والشباب، وصراحة أبدأ دعم التام للشباب الكويتي اللي قاعد يدرس في أمريكا. وأيضا قابلنا السيد رئيس مجلس أمة مرزوق الغامل هالأسبوع، وطبيعي يعني طبيعي كل الجهات هذه راح يبدون تعاملهم وتعاونهم مع الطلبة في أمريكا بما أنهم مغتربين. نعم، يعني عبد العزيز إذا حاب تقول كلمة أخيرة أو رسالة توجهها من خلال برنامجنا. أي رسالة أخيرة وجهها لطلبة وطالبات أمريكا، الاتحاد الوطني جاهز لتنفيذ جميع مطالبكم والسماع لها، وبإذن الله جاهزين للرد على كل استفساراتكم. كل التوفيق. يعطيك العافية. الله يعافيك. إذن أعزائي متواصلين معاكم، تقريرنا الجاي يقول أن هناك تعاون مثمر وبناء بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والعديد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما يعود بالنفع أكيد على الشباب وأيضا تشغيلهم في الوظائف المناسبة. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نتواصل معكم فقرات برنامج مساء الخير يا كويت.